برا قهوة قهوة هاي يا أهلنا العرب يا أهلنا المقهورين في كل أنحاء العالم هذا اليوم الذي خصصته الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقر بجريمة ارتكبت بتقسيم فلسطين أشلاء منبوغة هذا اليوم إذ نقف فيه متحالفين مع قوى التحرر العالمية ضد الصهيونية وضد النظام العنصري هذا اليوم هو أساس نضال الشعوب ومنها الشعب الفلسطيني إن ما جرى من اغتصاب لفلسطين بقوة عنصرية وحشية اعترف بها كل شباب العالم وكل مفكري العالم نتذكر ما قاله الباحث التاريخي الدكتور إيلان بابيه وهو كان يعيش داخل الكيان الصهيوني وكان أستاذا جامعيا حين قال لم يعد يربطني بهذا المجتمع أي رابط وبالتالي أغادر إلى لندن إنه تأكيد للإبادة العنصرية التي تمت ضد الشعب الفلسطيني يبقى المهم هو ما نفعل على الأرض نحن هنا أقول وبكل صراحة نحن بأيدينا أضعفنا القوة الفكرية الثقافية لنضالاتنا ونضالات شعوب العالم نحن علينا أن نتأكد بأن كل قضية أساسها الثقافة والفكر ومن هنا